قد ذكر ابن قدامة فيما استفتحنا به الحلقة مسألة المعاتبة والمعاقبة فيما بعد المحاسبة. نحن هذا بقيت محلها لنا عند الغلط. دقيقتان فأسمع منكم تعليقا ثم عندي سؤال. نعم، بالنسبة للمحاسبة بعدها ستؤدي إلى نتيجة وهي إما النجاح وإما الرسوب. نعم. فإذا كان الرسوب فيبدأ الإنسان بمعاتبة نفسه، فإن نفع فيها العتاب الحمد لله لم يحتاج إلى المعاقبة، وإن لم ينفع فيها العتاب لا بد أن يوصلها إلى المعاقبة. كيف تعاقب النفس؟ هذا السؤال. معاقبة النفس بالتشدد عليها في أمر بترك مباح من مباحاتها. ليس هذا بدعة شيخ؟ لا، ليس بدعة، بل يمنعها. فكرة معاقبة النفس بعبادة، بعبادة معينة، ليست بدعة. ليست بدعة إذا قصد بها هذا التربية. مثلا الإنسان تعود على النوم ساعات طويلة ففاته خير كثير من قيام الليل، فيمنع نفسه القيام النوم ليلة من الليالي حتى تتعود على قيام الليل. النووي رحمه الله في فترة الطلب كان محبا لأكل الخيار، فمنع نفسه الخيار مدة الطلب حتى لا ينشغل عن طلب العلم، وهكذا. وإذا كانت العقوبة مالية بالصدقة؟ نعم، هذا لا حرج فيه، لكن لا يسمى عقوبة، هي العقوبة بما يتعلق بما يرضع النفس. لكن في مقابله إذا نجحت النفس أيضا لا بد أن لا قبل المكافأة أيضا الشكر والتقدير لنفسه في خلوته معها وتشجيعها على الزيادة من الخير. ثم بعد ذلك إذا رأى أن هذا لا يكفيها فإنه يحتاج إلى مكافأتها، ومكافأتها تكون بتريحها أيضا بما تحب مما هو مباح، ولا يصل بها أبدا إلى ما فيه. وهل يكافئها بالراحة من شيء من العبادات التي كان يجتهد فيها، يخفف مثلا إذا كانت تلك الطاعات فيها جهد وعناء، مثلا اجتهد في العشر الأواخر يمكن أن يأخذ قسطا من الراحة لينطلق به. طيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالفطر في السفر ليتقووا لأعدائهم في رمضان. نعم. عندما كانوا حتى أختم شيخنا في الخمس ثواني الباقية، المبالغة في هذه العقوبة إلى حد مثلا ما فعله بعض العابدين أنه فقع عينه لما رأى حرام أو قطع. لا يجوز ذلك، هذا ليس من شأن هذه الأمة، بل كان هذا من تكاليف الأمم السابقة، وقد نسخه الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ويرفع الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا إنهم بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. طيب.